السلام عليكم طلابي وطالباتي الصف الرابع الابتدائي. النهاردة إن شاء الله درسنا اسمه أقسام الكلمة. عندنا الكلمة بتنقسم إلى 3 أشياء: اسم وفعل وحرف. ممكن تكون اسم الكلمة، أو ممكن تكون الكلمة دي فعل، أو ممكن تكون الكلمة دي إيه حرف. طب الاسم زي إيه؟ هو ما دل على اسم إنسان أو حيوان، نبات، جماد، صفة. أول ما تلاقي اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو صفة، اعرف على طول إن الكلمة دي اسم. طب زي إيه؟ مثل محمد، ده اسم إنسان. أسد اسم حيوان. الشجر ده نبات. قلم، سعيد، كل دي أسماء. طب الفعل؟ ما يدل على حدث معين في زمن معين. وعندنا أزمنة 3: ماضي ومضارع وأمر. يبقى الفعل هو ما دل على حدث معين في زمن معين، والزمن عندنا 3: زمن ماضي، فعل ماضي أو فعل مضارع أو فعل أمر. طب إيه هو الحرف بقى؟ الحرف ليس له معنى إلا مع غيره. يعني لو جه لوحده أنا مش هفهم حاجة، لازم يجي مع جملة أو في جملة علشان إيه يبقى ليه معنى. طب مثل إيه؟ مثل حروف الجر وحروف العطف. إيه هي علامات الاسم بقى؟ دخول الألف واللام، ال والتنوين، أن تكون الكلمة مجرورة، والنداء، دي علامات الاسم. دخول ألف واللام أو التنوين، أن تكون الكلمة مجرورة، والنداء. الألف واللام زي الشمس، التنوين زي ماء. أن تكون الكلمة مجرورة بنوري، النداء مثل يا محمد. يبقى دي علامات الاسم. لازم الكلمة عشان تكون اسم لازم تقبل الدخول بالألف واللام، التنوين، أن تكون الكلمة مجرورة، النداء. الفعل بقى، عندنا الفعل ماضي. مثل ايه؟ يعني ايه فعل ماضي؟ يعني شيء خلاص حدث وخلص وانتهى. طب مثل ايه؟ شرب، أكل، أكل، ذهب. يبقى دي كلها أفعال ماضية. الفعل المضارع يعني فعل لسه مستمر، الفعل ده أو الحدث ده مستمر. طب مثل إيه؟ يذهب، يقرأ، يشرب، كل دي أفعال مضارعة. فعل الأمر يعني أنا بأمرك بشيء، إن أنت تعمل حدث معين، أو بأمرك إن أنت تعمل حاجة معينة. طب مثل ايه؟ اذهب، انا بأمرك ان انت تذهب. اقرأ، انا بأمرك ان انت تقرأ. ذاكر. يبقى دي كلها افعال امر. الحرف زي ما قلنا هو ايه؟ زي حروف الجر. رحلتي تبدأ في الصباح. يبقى في ده حرف بنسميه حرف. حرف ايه؟ حرف جر. جاء المعلم والطالب. الواو هنا حرف. حرف ايه بقى؟ حرف عطف. ملحوظة، الاسم الذي يأتي بعد حرف الجر يعرب اسم مجرور، وعلامة جره بالكسرة اذا كان مفرد. يبقى الاسم اللي بيجي على طول بعد حرف الجر ده، في الصباح، في ده حرف جر. اللي بعد اسم بعد حرف الجر ده بيعرب ايه؟ بيعرب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة اذا كان مفرد. والصباح هنا مفرد، والطالب مفرد. يلا نحل مع بعض التمرين ده. هنا هنحط الاسم وهنا الفعل. محمد، محمد ده ايه؟ اسم صح؟ طيب يأكل ده اسم ولا فعل؟
يأكل فعل ومحمد العصفور. العصفور ده اسم ايه؟ اسم مش فعل. طيب شرب فعل ايه؟ فعل ماضي. الشجرة ده اسم. ذكري ده فعل، فعل أمر، أنا بأمرها إن هي تذاكر. الكتاب اسم ولا فعل؟ اسم. برافو. أقرأ، أقرأ ده فعل إيه؟ مضارع، أنا بقرأ دلوقتي. قلم ده اسم. طب أذهب ده فعل، فعل إيه؟ فعل مضارع. أذهب، أنا بأذهب دلوقتي، يبقى أذهب يعني أنا بذهب دلوقتي، يبقى المضارع إن هو إيه؟ مستمر. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة، وأتمنى تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله نتقابل في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.